الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السائل بيقول بعد السلام، هل هي دعوة إلى التوحيد أم مجادلة بينكم وبين الصوفية؟ أيوة، الجواب كله دعوة للتوحيد ومجادلة مع الصوفية. الدليل قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن نحن عندنا دعوة وعندنا مجادلة، والمجادلة أحيانا تكون بالتي هي أحسن. ده للزول اللي ما ظلم، زول ما ظلم، زول غلطان، زول جاهل ما عنده معلومة، ده يجادل بالتي هي أحسن. في زول ثاني مجرم بيلعب بالدين، ده ربنا سبحانه وتعالى قال عنه، قال تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني شنو؟ يعني الكلام السيء من القول أنت ما بتقوله إلا في حالة تظلم. العلماء قالوا: والظلم في الدين أعظم من الظلم في الدنيا. وسبب نزول الآية إنه رجل زار له واحد تاني، مسلم زار له مسلم، وما أدى حق الضيافة، الضيف قاعد وطبعا داك ما أدى حق الضيافة، يعني من الإكرام وكذا والتهيئة له. الضيف ده مرق يتكلم في سيد البيت، طعم فيه، فنزلت الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الضيف ظلمه صح؟ لأنه ما أدى حق الضيافة. العلماء قالوا إذا جاز للضيف الضيف يتكلم في المضيف بتاعه إذا ما أدى حق الضيافة، فالكلام في عقائد الأمة من باب أولى، من باب أولى تتكلم في الناس الدار يضيعوا عقيدة الأمة. زي الصوفية عندنا الليلة، نحن في المجتمع دار الصوفية ببساطة يا أخواننا دار يضيعوا عقيدة الأمة، بل ضيعوا عقيدة ناس كتار جدا في المجتمع ده. ضيعوها كيف؟ ممكن تسألني سؤال، كيف ضيعوها؟ ضيعوها بمدايح وعقائد نشروها في كتب وفي إذاعات. انت معلش لو صوفي كلامي ده ما يزعلك، أصلا ما تزعل. ليه؟ لأنه كلامي ده أنا بنقوله لك من مصادر بتاع الصوفية ذاتها، من الكتب بتاع الصوفية. طيب خد واحد مدحة في كتاب اسمه رياض الجنة ونرد جنة. الكتاب ده كتبته أنا؟ لا، الكاتب بتاع الكتاب عبد الرحيم البرعي الزريبة، ده في كردفان هناك، كويس. الكتاب يباع الآن في الدار السودانية للكتب في مكتبة البصة ومدرمان، مكتبة اسم الحنين قاعدة هناك، مكتبة اسم الحنين دي في البصة ومدرمان. هنا الآن في مكتبة الجامع الكبير، أي درويش بس السلم الجاياك اللي تمام، كويس. البرعي يقول بيمدح في الشيخ بتاعه اسمه احمد الطيب البشير المرحي، بس اي زول كورك من برا خلونا انا بتصرف معه براي، خلوه كده بس اجيه لك تمام، ده انا ما شغلي بس خليه كده. طيب في كتاب رياض الجنه ونرد جنه البرعي بيتكلم عن شيخه اسمه احمد الطيب البشير. احمد الطيب البشير اللي هو رجل مرحي، ده بتاع مرحي هناك مدفون ورا كرري بغادي. طيب قال: ألم ترى أن الله أيده؟ ما تشتغلوا يا أخوانا، خلوه يا أخي، خلوه يا أخوانا، صبروا، ما في ناس كتار كانوا زي ده والحقنة مشت فيهم تمام، خلوه ما تشتغلوا به. طيب قال: ألم ترى أن الله أيده؟ قال: الله أيد أحمد الطيب كده، أنا شوف الله أيده بشنو، شوف الكذبة دي قدر كيف. قال: ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه، كإحيائه ميتا
أو كالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. يعني المرأة جابوا لي مرأة بيحكي القصة البرع براو تقال حكيت أنا انت كده مش أسأل شيخك أنا خليني مش أسأل شيخك قول لي القصة صح ولا مين صح. قال واحد عنده 6 بنات جاب له واحدة قال لها اقلب لي دي قال لها اقلب ولد يا ناس في بيت بيقلبوها وده في المنطقة الصناعية. فمسح الشيخ عليها بيده الشيخ مسحها كويس قال الشيخ مسحها من فوق لتحت المرة مسحها بيده كده. قال تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فقلب الذكر من حينها. الله يسألكم دي بتصدقوها انتوا هسه مرة الله خلق مرة يجي الشيخ بمسحة كده يقلب راجل عليه كيفه يا دجال. قال تعالى في سورة الروم قال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انت قلت لك يدخل خلوا لي أنا بجي هناك تمام. في صحيح مسلم انت صحيح مسلم بتعرفه شيخك قرأك صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم وضعها الملك في يده. ربنا برسل الله ملك انت قال الشغلة فوضى تقلب عليه كيفك. ربنا برسل الله ملك يضعها في يده. قال فيقول أي ربي بسأل الله ده الملك ذاته خلي الشيخ الملك يسأل الله يقول أي ربي أذكر أم أنثى. ربنا يقول لا ذكر ولا أنثى يكتب. قال شقي أم سعيد يكتب شقي ولا سعيد. ما عمله يكتب وما رزقه فيكتب. قال فلا يزاد على هذا ولا ينقص. دي بيكتبوها فين دي بدري أول ما الزول يكون نطفة في رحم أمه فهمت. لكن الدرويش ما فاهمشي واتس ما تشتغلوا به انتوا الناس الجوا ديل خلوه كورك يا ناس الله يهديكم خلوه يا أخ خلوه مالكم يا أخ خلوه بس داري جنين نجوا اللي جي بس خلوه كورك برا وانتوا مالكم يا أخ فهمت الكلام ده. أي شما جوتوا انتوا ذاتكم صوفي واحد داري واحده وعقدته خربانة. احنا بنوري بالأدلة يا اخي نحن برنامجنا مع الناس زي الاخواننا ما جاي نعمل مشاكل ما جاي مشاكل لنا زول والزول الداري شاكل بشيل عكاز وبيمش شكل الناس. نحن جايين جايبين ميكروفون وجايبين كتب ودارين نناقش الناس بعلم بس انت مش كصوفي عندكم حلقة يوم الخميس ولا بتين هي امش هناك اعبد شيخك اعبد اي حاجة نحن بنقول لك ده باطل ده موضوعنا بس عندك علم تعال ناقشنا بالعلم وما عندك في صوفي عنده علم. قال الوهابي كان قال لك بديك آية أديه قناية قناية دي ما بتحل لك قناية دي كان الزمان. لكن هسه المجتمع بقى مجتمع متعلم مجتمع راقي بقى بيعرف الأدلة من الكتاب والسنة. مش انت شوف شيخك على وين ما تدوت صاي. طيب أديتك نموذج واحد من كتاب عبد الرحيم البرعي لسه أديك زيادة كتاب أزاهير الرياض في الصفحة 200 رقم 200 في أزاهير الرياض بيكتب عبد المحمود نور الدايم ضبط اعطابط اللي مدح البرعي وهو ده الشيخ للبرعي رجل طابت لو كم من نفوس طابت عظيم محمود ده قال رجل طابت الصفحة 200 قال من كرامات أحمد الطيب البشير قال طرحت عز وجل صحيفة دي قال جاته من الله رسالة قال جاته من المولى طرحت علي صحيفة قال من قبل الحق عز وجل مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم ده قال مكتوب فيها كده إلى عبدي أحمد الطيب دي صحيفة يا ناس الله قاعد يرسل رسائل للناس كده. قال إلى عبدي أحمد الطيب قال قد غفرنا لك أها دي الرسالة الأولى. قال قلت ده برد على الرسالة خلي بالك يعني ما أخذ راحته الله برسل له وبرد بيرسل له وبرد ما أخذ راحته بمزاج. قال قلت ظني في ربي أكثر من هذا قال اللي قلت داير زيادة أنا تاني. قال فجاءتني رسالة ثانية نمرة 2
مكتوب فيها ما في الأولى، يعني اتضمنت الرسالة الأولى وزيادة وأهل قرابتك أجمعين. يعني أنت يا أحمد طيب والحيران بتاعنك كلهم. أها قال رد تاني، قلت ظني في ربي أكثر من هذا. نمرة الثانية دي قال ما رضيان برضو، رسل له قال رسالة نمرة ثلاثة، قال فيها ما في الرسالتين وزيادة وكل من عرف اسمك. قول له أحمد طيب أي زول بيعرف اسمك غفرنا له كويس. أصلا أنت بتصدق كلام زي ده؟ يعني بس يعني يغفروا لك؟ لا تستغفر الله ولا تتوب ولا تعبد الله ولا تصلي يا أخي. ربنا في القرآن، ربنا في القرآن قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور. وأنيبوا، الله قال ارجعوا. يعني أنت عشان ربنا يغفر لك ما بتعرف اسم أحمد الطيب بس، لا الله قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهمت؟ ربنا قال لك توب، الله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ده قال لك أنت عارف شان يغفروا لك؟ قال تعرف اسم أحمد الطيب. الكلام ده باطل ولا ما باطل؟ كلام باطل. في ناس عرفوا اسم من هو أجل من أحمد الطيب، بل أجل من جميع الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس بيعرفوا اسمه، مش بيعرفوا اسمه بس، في ناس من أهله كمان، من أهله وقرابته بيخشوا جهنم ولا ما بخشوا؟ في ولا ما في؟ ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ده منو؟ ده عم النبي، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ عنده عم تاني أقل سوءا من ده، ده أسوأ، اسمه عبد العزة أبو لهب، ده أسوأ. في واحد أقل منه سوءا أبو طالب، كان بيدافع عن الرسول وبيحميه وبيزود عنه، بل ما أوزي النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالغا إلا بعد وفاة أبي طالب اللي كان بيدافع عنه، وكان بيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال لولا خايف أهل ذي يلوموني أكان قلت لا إله إلا الله. ده مع دفاعه وكلامه اللي قاله ده كله. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس، ده عمه الثالث، عم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن رضي الله عنه، سأله قال لو ما أغنيت عن عمك أبي طالب عملت له شنو؟ أغنيت عنه شنو أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخرجته، ودي الشفاعة الوحيدة يا أخواننا للمشرك، قال أخرجته من النار، يعني بالشفاعة من جوا النار إلى ضحضاح منها. الضحضاح ده قالوا النار تبلغ الكعبين، الكعبة التحت ذاك اللي احنا بنسميه عظم الشيطان، تبلغ الكعبين. قال يغلي منها دماغه، مخه ده فوق بفور من جمرة، في رواية توضع تحت أخمص قدمي، الأخمص الفجوة تحت الكرة عديد كويس، توضع تحت أخمص قدمه يغلي منها دماغه. شفت كيف؟ بعد ده كله النبي عليه الصلاة والسلام ما أغنى عن عمه أبي طالب شيئا من النار. فهمت؟ ما أغنى عنه من النار. طيب انت الليلة تقول لا يا أحمد الطيب البشير بيحل الجماعة واللي بيعرف اسمه بخش الجنة، ده كله دي كلها عقائد باطلة بتاع الصوفية، عقائد باطلة. والله تعتقد عقيدة زي دي تتورط ورطة عمرك ما شفتها. تقال احنا بنلعب معاك هنا ولا شو؟ قال كلامنا ده مهزلة ولعب عشان تلاقي كورك برا، واحد اكلوه مهيوبة مع الشيخ هناك ولا شرب لهم حاجة بتاع الشيخ وجاي غالب بالباطل. احنا بنكلمك بأدلة. شوف الجنة دي، الجنة ما يدخل إلا موحد، والموحد أن ينزع جميع الأندات ويكفر بعبادة جميع الآلهة وجميع الأولياء، ويكفر بعبادة جميع الصالحين. أي عبادة لغيرنا تكفر بها؟
وتؤمن بالله وحده. ربنا قال فمن يكفر، فمن يكفر بالطاغوت. طيب الطاغوت ضمنه الصوفي نسألك ما هو الطاغوت؟ الطاغوت أي زول عبد من دون الله وهو راضي، زول رضيان تلقى الجماعة بنادوا فيه يا ود حسونو ها ولا يا ود عفينا، وهو رضيان، رضيان طاغوت. شفته؟ إذا ما رضيان ده ما بيكون طاغوت، لكن برضو عبادته باطلة. إذا ما رضيان ما طاغوت، زي اللي عبدوا كعزير والملائكة وعيسى ابن مريم، ده اللي عبدوا من دون الله عز وجل لكن ما رضياني، ما رضياني بالعبادة دي. عيسى ابن مريم عليه السلام قال شنو؟ قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عيسى ابن مريم ما رضيان، عشان كده ربنا يسأل يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال شنو؟ قال أنا قلت لهم أي؟ لا. قال سبحانك، ده تنزيه لله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده كلام عيسى بن مريم. أسألان شيوخ الصوفية بيقولوا كلام زي ده؟ ها؟ بيقولوا لأتباعهم كلام زي ده؟ بيقول لهم ما تعبدون وأعبد الله، بيقول لهم زي ده؟ لا 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 يا أخ، المرغني ما عنده كتاب يا أخوان. المشكلة من الناس اللي كتبوا كتب يا أخي، يا أخي ما كتبوا كتب ضيعوا عبال أمة. المرغني قال في الكتاب بتاعه، قال من حصل به هم قال فليقل يا مرغني آتيه بسرعتي. كتاب زهير الرياض الصفحة 132 في زهير الرياض، قال من كلامه، كلام أحمد طيب البشير بتاع السمانية، قال من كلامه من حصل به هم فليقل يا أحمد الطيب، يا أحمد البدوي، قال فلا يرى هما بعد هذا. ده كفر بأعلى المستويات، ضلال بأعلى المستويات. ويجي صوفي مسكين الآن داري دافع عنهم، انت بتدافع عن شنو يا مسكين؟ انت بتدافع عن شنو؟ عشان كده أنا قلت لك أي زول عبد من دون الله عز وجل وهو راضي، إذا راضي يبقى طاغوت، إذا ما راضي ما بيبقى طاغوت. كويس؟ لكن عبادته شنو؟ باطلة، ولا بد تكفر بها حتى لو كان صالح، حتى لو ما رضيان يعبد مش بتكفر به هو. ها؟ ما تفهم غلط، مش تكفر به يعني تكفر بعيسى ابن مريم. لو كفرت بعيسى ابن مريم انت مركت من الإسلام. تكفر بعبادة الناس اللي عبدوا عيسى ابن مريم، ما تكفر به في ذاته، لأنه ربنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وشنو؟ ورسله، ورسله. نحن نؤمن بعيسى ابن مريم رسول من عند الله عز وجل، وعيسى ونوح وإلياس وموسى وهارون وداود وسليمان نؤمن بهم. لكن لو في ناس عبد واحد من ديل نحن نكفر بعبادة أولئك لهذا الصالح النبي المكرم. تمام؟ عشان كده ذلك الكفار لما ربنا نزل، ربنا قال لهم كده للكفار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. جاء واحد من الكفار ديل، أقعد يا أحمد، واحد من الكفار اسمه عبد الله بن الزعبري، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنتم تقرؤون آية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن قال لو في ناس عبدوا عيسى وعبدوا عزير، إذن العبد عزير وعزير وعيسى، الكافر ده قال لازم ده الكل ونمشي جهنم. فنزلت الآية بعدها طوالي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها شنو؟ مبعدون، يعني مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها، حسيس النار ده الناس اللي بيدخلون جوا جهنم. الواحد لما تحرقوا النار مش هزول يقول لك تشتني وجمع كده ده ايش دي شفته
لما تدش النار ده اسمه حسيس النار. الله قال لا يسمعون حسيسها. ده لعيسى ابن مريم عليه السلام والملائكة وعزير وغيرهم من الصالحين قال لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كان كده يا صوفي انت اعلم اي شيخ من شيوخك اي شيخ من شيوخك عبد من دون الله عز وجل. ناس بيجوا بسفوا التراب بتاعه، ناس بيجوا بحلفوا ما قدامه. يا اخي واحد رسل لي صورة كويس لشيخ، شيخ سمين ذاته سم غريب خلاص، مال الشاشة كلها كويس، والجماعة ده في الجزيرة هنا قريب بنضارات، بقول له بنضارات تخليه خليه في سرك كويس. ده ما جاي انا ما دي ما وثيقة ما في كتاب، لو وثيقة في كتاب كان بنجمه لك، لكن ما في كتاب بس خليه على كده انت بنضارات. ده الجماعة تعرف هو قاعد واحدين بيجوا بوصلة في يده راخي لهم يده كده عشان تعرف شغل بتاع الغطرسة والتكبر. هسه ده الشيخ ده يعني احنا ولا قاعد نقول له زول بوسلنا كرعنا ولا بمد لك يديك بوسة ولا ببزغ لك في مويه تشربها، ده كله ما قاعد نعمله. يجوا ينبزوا فينا انتوا وانتوا متكبرين يا زول. انا اديتك مويه تشربها بوزاغي قبل كده شربته، قلت لك بوس كراعي قبل كده يا اخي. انت كان جيتنا في البيت احنا بنحترمك نسلم عليك بالحضن وقاعدك في البيت واكرمك بيدي براي واجيب لك البارد واجيب لك الشاي والقهوه واجيب لك كسره تاكل كله. الشيخ بيعمل لك زي ده؟ شيخ تلقاه قاعد كده ولا بعين فيك بعين الاثنين، بيكون فاتح فانوس واحد بس بقابله فاتح الثاني ومادي لك يده كده. انت زول محترم بتجي تبوس في يده، واحدين بيبوسوا في كراعه، واحدين شوف عيني دي سجدوا له في الوطن. ده مش هو ذاته من عبد من دون الله وهو راض؟ دي مش عباده؟ السجود عباده ولا ما عباده؟ يا ناس معاذ رضي الله عنه لما جاء من اليمن شاف هناك البطارقه والقساوسه العباد بتاع انهم بيسجدوا لهم، لما جاء راجع والحديث وان كان فيه مقال لكن استند عليه بعض اهل العلم، جاء راجع من هناك سجد للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهاو، بعد ما نهاو قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. نهاو ده اخي سيد المرسلين النبي عليه الصلاه والسلام. تجدت لشيخك تبوسنا في كراعه ها وتسجد له في الواطة وتركع خاشع كده، ده ليه؟ وشنو وصل الشيخ ده شنو؟ والله ده ما اله يا اخي، يا اخي ده ما عبد زيك. عشان كده يا اخواننا النبي عليه الصلاه والسلام حارب العقائد الباطله دي، وده احنا عندنا اهم شيء في الدين، اهم حاجه في الدين تحارب العقائد الباطله بتاعت الصوفيه دي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من باب التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. تعرف الكلمه دي احنا عندنا هسه بنشوفها بسيطه جدا، تقول لا والله متوكل على الله وعليك، نحن بنشوفها بسيطه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلتني لله ندا؟ تاخذني مع الله؟ ها ما شاء الله وشئت سوا الاثنين سوا؟ قال اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لانه المشيئه مشيئه الله سبحانه وتعالى. فهمت كلامي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني انت حسبك الله واتبعوك من المؤمنين حسبهم الله. حسبك الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذاته حسبه الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذاته مشيئته تحت مشيئه الله جل وعلا، لقوله تعالى وما تشاءون الا يشاء الله. البرعي قال وده اللي بيحركك يا بتكورك برا، انا عارف ده كلام البيازات كويس. البرعي بيتكلم عن الاودي الانداد الاولياء بتاعنهم ها، قال وانتم قال الا يا رجال الغيب انتم حصوننا. ده كتاب رياض الجنه ونور الدجنه. يا ناس دي كتبكم انت الكلام ده احنا جايين من راسنا ولا شنو؟ تقال بنكذب عليكم؟ ما يا اخي ده كلامكم. قال الا يا رجال الغيب انتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، يعني انتم ساتريننا. قال أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم. ها قال إذا شئتم شاء الإله، يعني أنت أول الشيوخ أول بعدين الله. قال إذا شئتم شاء الإله وأنتم تشاءون ما قد شاء لله دركم. قبل الله
يا ناس ده شرك ولا ما شرك؟ ولا انا غلطان؟ ولا انا ما بفهم؟ اسمك ده كلام واضح؟ يجيك زي ده كده يغارد واو تلقى صافي واو دو دو. يا زول تقدر غلط في شنو؟ ما هذا كلام واضح يا اخواننا يا اخي. ده قال لك وشئت الاولياء قبال الله. اها يعني الكلام ده كلامنا احنا غلط بعد ده؟ ده كلام فارغ ودي عقائد باطله. وشوف والله مجتمعنا ده ما يمشي لقدام الا بالتوحيد، توحيد بس. المملكة العربية السعودية البلد دي الان بلد بركة وبلد خير، بلد خير عديل. اي حاجة هناك في واحدين كمان يجي يقول لك دار تقول لنا زي الوهابية بتاع السعودية. انت السعودية لاقية انت بتلحقها؟ هسه انت بتلعب؟ هسه كان جاي عقل بتاع راعي بتجري تفوت. والله راعي هناك احسن من مهندس في البلد دي هنا. انت بتلعب ولا شو؟ والله راعي تجري جري تلقاه عامل ازعاج هنا. الوهابية دول والوهابية وهابية امشي هناك. تمشي هناك ولا تصرر الغنم في امتى وتحلب وتقبض العتان تكله تسويه هناك. والقروش اللي بتجيب اكثر من اللي بتجيبها هنا. بلد الله نزل لهم الخير، الخير ده بيجي من وين يا ناس؟ ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. السعوديه كلها شت من اولها لاخرها، قبه واحده بيعبدوها ما فيها. تريد غارين لي بالبلد دي؟ يا اخي ابراهيم عليه السلام دعا قال رب اجعل هذا البلد امن، هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر. السعوديه دي الله قال لك ومن كفر برزقه، الكافر برزقه هناك. كافر يعيش هناك، لكن عندهم عزه بالتوحيد. عزه بالتوحيد هناك، اول ما تجي خاشي مكه يقول لك كافر ما بخش بجاي، شارع عديل، ده شارع الكفار بهناك. شارع بتاع المسلمين بجاي، كافر ما بخش ذاته. عزة بالتوحيد. والله يعني هنا الكافر يعمل لك فأكبر ويصالح هو لا ولي لا بعرف الولاية لا عنده شو. وتلقى فاتح لمحة كبيرة وعلينا جاي والدائرة جانا علينا هيني هو مجرم كبير. يا ناس البلد دي بتصلح بالعقيدة، عقيدة وتوحيد. كواريك ساي ما بتحل لك فهمت دارين. ونحن تعرف الله صلتنا على نوح ده السيدة ده ما تعتبره ذاته دي دلالة على انه لو اليدين فاشلين. الله وقت صلت نوعياتنا دي ده معناه لو اليدين ما شايفين شغلهم ولا كيف؟ الاولياء بتاعينك شغالين ما شايفين شغلهم؟ كان شايفين شغلهم احنا بننظم هنا كان يقفلوا حلاقيمنا دي كلنا. نصبح من الصباح اي واحد في عود قايم في حلقه ما يقدر ينظم. كان يسكتونا كده احنا سكتناه كده. حاول يا البري حاول يا بكباشي اي حوار منهم كده حاولوا سكتونا. ما انتم مستهبلين ولا شنو؟ كله كلام فارغ وعقائد باطله. الله قال فتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الله ده الماتوا كله كباشي منو؟ اتحداك جيب لي عظمين من الكباشي. جيب عظمين سالمات من الكباشي. اتحدى اي صوفي هنا جيب لي المخروقه بتاعت الكباشي بتلقاك. ها جيب السلسله الفقريه جيب اذان الكباشي ابى اشتريها منك بسبعه مليون. اذان الكباشي تجيبه؟ يا ناس الله قال فتوكل على الحي الحي الذي لا يموت. ربنا قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه. سنه معناه شنو؟ غفوه ونعسه حبه ما في ولا بنعس ولا بنوم. حي قيوم دائم قيومته قيوميته دائم. المولى جل وعلا فهمت؟ يرزق ويحيي ويميت ويقبض ويبسط ويقلب الامر كما يشاء. وزول عنده حاجه في الكون معه ما في، لو في صبح عندهم حاجه خليه يرفع اصبعه كويس. طيب لسه فاضل باقي زمن شيخ مزمل او شكرا.